يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. نقول مبروك، صحيح مبروك صغيره لغايه لما نوصل ان شاء الله للفرحه الكبيره ونفرح بكاس مصر وتحقيق الثلاثيه، لكن الحقيقه في مباراه لم تكن سهله على الاطلاق. فاز النادي الاهلي وتاهل لمباراه نهائي كاس مصر. الحقيقه يمكن الاهم من الفوز والاهم من التاهل الدروس المستفاده. مهم جدا ان احنا نفوز، لكن مهم جدا نقف ونشوف ونحلل سيناريو المباراه مش ازاي. مش معنى ابدا ان احنا ابطال الدوري ولا ابطال افريقيا ان كل مباراه هنلعبها هتكون سهله ولا ان الفوز هيكون مضمون. ودي رساله الحقيقه لمشوار اعتقد بينتظر فيه جماهير النادي الاهلي، التتويج بنهائي كاس مصر اولا، والتتويج ايضا بسوبر افريقيا ثانيا. وده محتاج نتعب شويتين كمان. صحيح المشوار كان طويل ومشوار كان صعب، لكن الحقيقه قدامنا بطولتين قادرين على حسمهم والتتويج بيهم في موسم صعب واستثنائي، لكن النجاح فيه هيكون على قدر صعوبته. اهلا وسهلا بحضراتكم، مساء الخير عليكم.